وكلنا أمل في أن تنتج العملية التعليمية في جامعتنا مواطنين أخيار متعاونين قادرين على تحمل المسؤولية في بناء المجتمع وعلى معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم والمشاركة الفعالة في خدمة قضاياه العربية. فالمجتمع بحاجة إلى أفراد قادرين على التفكير العميق المستقل في مواجهة المشكلات وقادرين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار وعلى اعتلاء المناصب القيادية بجدارة بعيدين عن المصالح الشخصية. إن مجتمع اليوم هو حصيلة تطور القوى الفكرية والعلمية والمادية المنفتحة على جميع تيارات الفكر في العالم المبنية على التنافسية والمبادرة والمبادهة والجرأة والمخاطرة والتسابق في الحصول على النصيب الأكبر والأوفر. إنه مجتمع يتطلب العمل الشاق والمستمر والصبر والثبات والتضحية والإخلاص وتحمل المخاطر. علينا أن نكون واعين أننا كخريجين جامعيين لدينا الإمكانيات لنحقق شيئاً ذي قيمة في عالمنا. لدينا الفرصة لأن نكون قيادات وأن نكون مجددين ومحدثين ومساهمين في تطوير مجتمعنا نحو الأحسن. أيها الخريجون، لقد تم إعدادكم من قبل خيرة الأساتذة والمربين ودرستم أحسن البرامج وأحدثها، وعلينا أن نتقبل التحدي بأنه ليس هناك حدوداً للعلم والمعرفة وأن علينا الاستمرار باكتسابها حتى النهاية. هذا هو باب المستقبل وباب الارتقاء إلى الأعلى من وكأشخاص ومجتمعات. إن تطور العلوم والثقافة والاتصالات والتقانة وروابط العولمة تجعل من بلدنا أكثر التصاقاً بالعالم الخارجي وتجعل من مشاكلنا أكثر تعقيداً، إلا أنه يفتح أبواباً جديدة أمام خريجينا ويجعلنا ويحملنا جميعاً مهام استكشاف آفاق المستقبل والتعرف على الفرص المتاحة فيه. إن ذلك يتطلب أشخاصاً قادرين على تفهم حركة المجتمع لتحديد التوجه الصحيح الذي يجب أن نسير فيه. ذلك أن السير إلى الأمام في حركة المجتمع تتطلب منا أن نتجمل بالقيم الصحيحة والالتزام والبصيرة. فالوفاء للمجتمع يعني أن نعي مشاكله وحاجاته وأن نسهم في إيجاد الحلول الملائمة لها وأن نطور إمكاناتنا للوفاء بحاجاتنا المستقبلية. أيها الخريجون والخريجات، إن الطريق مفتوح أمامكم، إما في استكمال دراساتكم في الداخل أو في الخارج، وإما في دخول مجتمع الأعمال الذي يختلف كل الاختلاف عن مجتمع الطلبة. ذلك أن مجتمع الأعمال يذخر بالتحديات على مختلف أنواعها، من التنافسية إلى الإبداع والابتكار وحسن الإدارة وتوفير التمويل والتسويق الداخلي والخارجي وتأميم متطلبات الإنتاج وتدريب العاملين. إنه عمل شاق لكنه مجز ومنتج. أما إذا اخترتم الدراسة في الخارج فإننا نوصيكم أن تكونوا سفراء لبلدكم ورسل محبة واحترام وأن تكونوا الأوائل والمبدعين كما كان من كان قبلكم من أساتذتكم. كما نريد منكم أن تبقوا على اتصال مع جامعتكم ومع تلك الجامعات التي درستم فيها في الخارج لتبقوا على اتصال على تطورات العلم والمعرفة. والفضل يعود بداية ونهاية إلى هؤلاء الآباء والأمهات الذين قدموا الغالي والثمين لينشئوا أبناءهم بهذه المواصفات، ولهم الحق اليوم أن يفخروا بتخرجهم واكتسابهم السبق العلمي فيما درسوه. كما يعود الفضل في ذلك أيضاً إلى جميع العاملين في جامعتنا من رئيس مجلس إدارة وزملائه ورئيس الجامعة وعمدائها وأساتذتها ومجلس الأمناء الذي يحرص كل الحرص على أن يكون هذا اليوم يوماً مشرقاً في حياتنا جميعاً لتشرق فيه من جديد روح المحبة والتآخي والتآلف وإرادة البناء
والأعمار في سوريا الحبيبة، سوريا كرامة، سوريا التاريخ والعروبة. كلمة راعي الحفل يلقيها الدكتور بطرس ميالة معاون وزير التعليم العالي، فليتفضل. مساء الخير أبنائي الخريجون، السادة الأهالي الكرام، السادة القائمون على الجامعة العربية الدولية، الحفل الكريم، مساء الخير. بداية اسمحوا لي أن أنقل إليكم أحر التهاني القلبية المملوءة بالمحبة والتقدير من أسرة التعليم العالي في هذه المناسبة العزيزة على قلوبكم وقلوبنا، والتي تمثل محطة مفصلية ونقطة تحول في حياة أبنائنا الطلاب. ومن دواعي سروري أن أمثل السيد وزير التعليم العالي في رعاية هذا الحفل، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الجامعة العربية الدولية، وأقدم لكم باسمه نيابة وباسم أصالة كل التمنيات بالتوفيق والنجاح في حياتكم المهنية التي بدأت من هذه اللحظة، لحظة الفرح بإنهاء مرحلة جميلة من حياتكم. اكتسبتم خلالها المعارف والعلوم النظرية والعملية في أروقة وقاعات ومخابر الجامعة، ودخولكم في مرحلة جديدة ألا وهي سوق العمل المليء بالتحديات والصعوبات. أبنائي الخريجون، إن تخرجكم اليوم يمثل ولادة دفعة جديدة من الكوادر المتخصصة الوطنية، وبهذه المناسبة ندعوكم جميعا لتساهموا في بناء وإعادة بناء كل ما دمرته هذه الحرب الشرسة التي تشنها الدول الراعية والداعمة للإرهاب على وطننا الحبيب سوريا. كما تؤكد وزارة التعليم العالي أنها لا تدخر جهداً في تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار تطوير جامعاتنا الخاصة والحكومية في هذه الظروف الصعبة من خلال المتابعة الحثيثة والإشراف على التطورات اليومية في الجامعات لما له من أهمية في رفع سوية هذه الجامعات وجودة التعليم التي تنعكس بطبيعة الحال على مخرجات العملية التعليمية. لا أريد الإطالة عليكم. التحية لجيشنا البطل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، الذي صان ويصون حمى الوطن. التحية لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا. واسمحوا لي مجدداً أن أقدم لكم التهاني القلبية وللقائمين على الجامعة الشكر والتقدير، وأخصنا السيد رئيس مجلس الأمناء والسادة أعضاء مجلس الأمناء، الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والسادة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفون، وكل الشكر لممثلي نقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سوريا. وأخيراً أتمنى للجميع التوفيق والنجاح في الأعمال فيما بعد بما فيه خير سوريا الحبيبة، وشكراً. الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد، الباحث والأستاذ والمؤسس الكبير، أسس وزارة التعليم العالي وكان أول وزير لها، كما أسس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مديره الأول لأكثر من 23 عاماً،
كما أسس